بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. بسم الله الرحمن الرحيم. سامعین محترم، سورة المائدہ 9 رکوع ہم نے مکمل پڑھ لیے ہیں، اب ہم سورة المائدہ کا رکوع نمبر 10 شروع کر رہے ہیں. آئیے آپ بھی میرے ساتھ اس کو پڑھنے میں شامل ہو جائیں. یہاں سے سورة المائدہ کا رکوع نمبر 10 شروع ہو رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا أيها الرسول، أيها الرسول، بلغ بلغ ما أنزل إليك من ربك. ميم نون رازر مر را بازر الرب بازر بي من ربي كاف زبر كا من ربك، وقف کی حالت میں من ربك ایسے پڑھیں گے. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، وَإِن لَمْ نون کو چھوڑ دیں گے، حمزہ کو لام کے ساتھ ملائیں گے، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ وَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ فَمَا بَلَّغْتَ بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لا يهدي القوم الكافرين. قل يا أهل الكتاب
يا اهلل، یہ اہلل کی جو لام ہے کتاب کی لام کے ساتھ ملائیں گے، یا اہلل کتاب لستم على شيء على شيء حتى تقيم التوراة تقي ميم کو تا کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، واو کو چھوڑ دیں گے، تقيم التوراة والإنجيل والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم إليكم من ربكم ميم نون رازر مر را بازر الرب بازر بي من ربكم ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك من ربك طغيانا وكفرا طغيانا وكفرا فلا تأسى. جھٹکا دے کر پڑھیں گے اس کو، حمزہ ساکنہ ہے، فلا تأسى على القوم الكافرين على القوم القوم الكافرين إن الذين آمنوا إن الذين آمنوا والذين هادوا والصاد زبر وص صاد ألف زبر صا والصابئون والصابئون والنصارى قلنا کریں گے والنصارى من آمن بالله اس میں جلالت اللہ کلام باریک ہوگا آمن بالله
واليوم الآخر واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون يحزنون لقد أخذنا ميثاق لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل بني إسرائيل وأرسلنا إليهم إليهم رسلا رسلا كلما جاءهم كلما جاءهم رسول بما لا تهوى رسول بما لا تهوى أنفسهم أنفسهم فريقا كذبوا فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وفريقا يقتلون وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا غنى كركي پڑھیں گے فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم كثير منهم
والله بصير بما يعملون بصير بما يعملون لقد كفر الذين لقد كفر الذين قالوا إن الله قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم هو المسيح ابن حابا پیش ابن پیش نون مسيح ابن مريم مريم وقال المسيح وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم وربكم إنه من يشرك إنه من يشرك بالله اسم جلالت الله كلام باريك ہوگا بالله فقد حرم الله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة سامعین محترم یہاں پر وقف لازم ہے اس کو کبھی بھی ملا کر نہیں پڑھیں گے ثلاثتیوں وما ایسے کر کے ہرگز نہیں پڑھیں گے کیونکہ درمیان میں یہ چھوٹی سی میم آپ کو نظر آ رہی ہے
یہ جب آیت کے درمیان میں آتی ہے تو رکنا ضروری ہو جاتا ہے. یعنی یہ آپ دیکھ رہے ہیں وقف لازم. ثالث ثلاثہ وما من الہ الا الہ واحد. إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عما يقولون ليمسن الذين ليمسن يا زبر يا ميم سين زبر مس یا مس سین نون زبر سن یا مس سن نون لام زبر نل لام زبر لا لا یا مس سن الذین کفروا منہم عذاب علیم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه ويستغفرونه. أصل میں لفظ یہ ہے لیکن جب وقف کریں گے يستغفرونه ایسے پڑھیں گے. والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة صاد دال زد صد دال يا زدي صديقة. كانا يأكلان الطعام كانا. یہاں پہ جھٹکا دیں گے يأكلان طعام. انظر كيف نبين لهم الآيات ثم منظر أنا يؤفكون.
يؤفكون. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا. والله هو السميع العليم. قل يا أهل الكتاب، اس الفاظ کو پہلے ہم پڑھ چکے ہیں چھٹے پارے کے ابتدا میں. لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل سامعین محترم، سورۃ المائدہ کا رکوع نمبر 10 مکمل ہو گیا ہے. یہاں پر میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو غور سے سنیں گے اور یاد بھی کریں گے. اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن کریم کو سیکھنے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين.